السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. وائل جمعة يعني الطريقة المصرية سبحان الله مستمرة في جميع المجالات. وائل جمعة ورغم أنهم تأهلوا وفازوا إلا أنه بغى يفرض بأن ضربة جزاء كان خصها تتعاود. وهنا يوسف شيب وعجبني اليوم لأنه ما سكتش ليه، قال لي دابا أنت كتهضر على هذه ضربة جزاء وكتقول خصها تتعاود، شنو غادي نقولوا في ضربة جزاء اللي كانت خيالية في مباراة الذهب وهي اللي قلبات المباراة رأسا على عقب. وعيار وائل جمعة ما يسكتش، يوسف شيب ورجعوا غير المباراة كيقولوا لا نرجعوا نهضروا على المباراة اللي فاتت. وبغى وائل جمعة يبعد سهام النقد على مخرج المباراة، قال لي يوسف شيبو بأن مخرج المباراة هو السبب، هو اللي ما عطاش الحكم الفار لقطات كاملة، وهو اللي هرس نادي الرجاء البيضاوي في مباراة الذهب. وإلا نهضروا على الخبط الكروي راه دار في مباراة الذهب. اليوم يوسف شيبو عجبني بزاف، كان في القمة ديالو ما سكتش لوائل جمعة اللي دائما كيبغيو يلعبوا على الجزئيات البسيطة. يوسف شيبو عجبني فيه اليوم، نخليكم مع هذا الحوار، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. هشام شوف، ديما الأندية الكبيرة عندها جمهورها متطلبة، تطلب المستوى وتطلب النتيجة. المستوى هو اللي يؤدي النتيجة، مستحيل الفريق يؤدي بمستوى جيد وما يحققش نتائج. أول حاجة هشام، إلا في ممكن مباراة مبارتين، لكن عندما تكون عندك مستوى أنه يرتقي إلى المستوى اللي يطمح له الجمهور أكيد أنك ستحقق نتائج. أنا أتفق، الجمهور هناك أندية كبيرة، المستوى مطلوب والنتيجة مطلوبة. كان الأندية الكبيرة كبرشلونة هناك ريال مدريد، حتى ريال مدريد عندما يحقق يفوز وما يقدمش هناك انتقادات كثيرة على الأداء. نفس الشيء نفس الشيء هشام، الأندية الكبيرة هذه اللي تنافس في دوري الأبطال مطالبة على الإمكانيات الموجودة على الأهلي المفروض يكون أفضل بكثير. أنا أتفق هشام، لأن حتى على مستوى الأداء الموسم هذا من أحد أسوأ المواسم على مستوى الأداء لفريق الأهلي منذ سنوات ما شاهدش كيفية، لكن يفوز بالخبرة وبالتجربة، يمكن مدرب تكتيكيا في بعض الأحيان، لكن كأداء لا زال بعيد عن المستوى اللي أنا كنت نشوف الأهلي من قبل. لكن نتمنى الأمور هذه تتحسن مع الوقت. نتكلم على الرجاء، الرجاء المفروض يكون هناك تفكير آخر، يكون هناك واحد وقفة مع الإدارة، تكون عندها وقفة مع أنفسهم في عملية تدبير هذه الأمور ديال النادي، وفي عملية تغيير المدربين، وفي عملية جلب اللاعبين، وفي عملية بيع اللاعبين. لازم أنا بس يوسف أكمل على نقطة موسيماني، إن هو أنا تقييمي للمدرب الكويس فيه عشان من الفريق يقدم كرة كويسة هو يبقى ليه تأثير وبصمة على اللعيبة كويسة، قراراته تكون كويسة في المباريات. احنا بنشوف كلام غير اللي احنا بنقوله ده خالص. النهاردة في المباراة حسين الشحات كان أفضل لاعب في الشوط الثاني في المباراة في الإجمالي ال 56 دقيقة اللي لعبهم يا هشام، خرجوا مرة الملعب. تغيير عبد المنعم وتغيير مش عارف يرجع حمدي، في لخبطة بتحصل جوه الفرقة هو محظوظ فيها، محظوظ إن الأهلي ما بيقبلش أهداف في الوقت ده. فدي نقطة بقولك تأثيره هو على اللعيبة. أنا ما شفتش موسيماني طور أداء لعيب فردي من في لعيبة النادي الأهلي يا هشام من ساعة ما جه. إذن هشام الخلصي قال فوزنا بالمباراة في القاهرة، يعني كان هذا هو حديث بيسوما سوماني بعد هذه المباراة، وهذا التأهل ثقة كبيرة، وأهم النقاط التي يجب أن يطور من خلالها الأداء بيسوما سوماني في نادي الرجاء هي ربما اللمسة الأخيرة، خصوصا الكرة التي كانت لشريف في آخر الثواني. لكن الفريق يؤمن بقدرات الأهلي، الأهلي كان هو الأفضل، كان هو الأكثر تميزا، وبالتالي الأهلي يصل لمرحلة المربع الذهبي رغم أنه واجه نسخة من الرجاء من بين ربما الأسوأ في السنوات الماضية، وكان الرجاء سيئا جدا في مباراة اليوم خصوصا أمام ربما الآلاف من الجماهير المغربية في مركب محمد الخامس. طيب هذا ما قاله الموسيماني بعد ليك تضحك ها؟ ليش تضحك شيخ؟ حسن ما راحش الطوسي ها؟ شوف حسن الطوسي شنو راح يقول؟ الطوسي في الطوسي؟ في انتظار الطوسي، في انتظار الطوسي. الطوسي قريب يقدم
السحور يا شيخ. طيب ساعود اليك الشيبو بعد قليل، لكن ويل شو رايك في اللي قالوا موسيماني؟ يعني هو بيتكلم على الفرص طبعا اللي الاهلي اضاعها في المباراه، وعنده حق في الفرص اللي بتضيع وضاعت في مباراه الذهاب ومباراه العوده، ضيعنا فرص كتير جدا. بس انا بتكلم في الاداء، انا يعني الفرص انا اتمنى الاهلي يجيب فرص اكتر من كده ويوصل لجول الفرق الثانيه اكتر من كده. ضيعنا كتير، وركله الجزاء حتى اللي اتحسبت الشوط الاول واضاعها علي معلول يا هشام، يعني كان في امكانيه اعاده اللعبه دي، لان في لعيبه كتير من الرجاء دخلت، انما برضو يعني خلاص النادي الاهلي تاهل، كان لازم اللعبه دي تتعاد، كان ممكن تكون لها تاثير في نتيجه الثلاث لعيبه دخلوا مع اللعيب وبيشوت يا يوسف. طب لو شفناها في الاعاده ثلاث لعيبه من الرجاء دخلوا، كانت ضربه جزاء خيالية. انا مش هقف عند دي يا يوسف، انا مش هقف عند دي خلاص. طيب اوكي، خلينا نشوف بعد اذنكم انه نشوف ضربه الجزاء اللي ضاعت لنبيل معلول. الشيبو يقول فيه ثلاثة لاعبين. أنا اللي بقول، أنا وائل سوري. وائل يقول فيه ثلاثة لاعبين دخلوا وعلي بيسدد. وعلي بيسدد يعني وعلي اتعاد. إذا أمكن نشاهد ضربة الجزاء. لو شفتها طب شوفها. طيب شفتها هذه ضربة وهو بيشوط علي وعلي بيشوط ثلاث لعيبة أبيض داخلين جوه الجزاء المباراة الذهب. مش هتكلم في دي دلوقتي. لا أنا بغيت نتكلم في مباراة النهاردة. لا أنا بغيت مباراة أخرى. جيب يا ضربة جزاء المباراة الأولى، خليه تيك توك لنا. موجود هذه غيرت أشياء كثير. بس دي أوضح يا يوسف، دي أوضح بكثير. ده قرار واضح قدام الحكم، فاهم؟ هذه ضربة جزاء. لا أيوه دي صح. أنا بتكلم في الإعادة. ضربة جزاء خيالية. أنا بتكلم في الإعادة. أنا بتكلم في إعادة اللعبة. ضربة جزاء خيالية. أيوه هذيك غيرت مجريات المباراة. بس دي أوضح يا يوسف، دي اوضح. لا والخياليه اللي خدتها انا مش بتكلم في الخياليه، انا بتكلم في ده قرار واضح قدام الحكم. قدام الحكم كان لازم هذاك وقتك. مش قدام الحكم؟ ايوه كان قدام الحكم برضه. لا ضربه جزاء هذه الزاويه اللي الحكم شاف اللعبه فيها. الله يديك زاويه الفار. زاويه الفار اللي الحكم شافها، لان الاخراج كان سيء، كانت نيته سيئه. اعطوه اللقطه الاولى، ليش ما اعطوه اللقطه الثانيه؟ انا دلوقتي بتكلم في ان أيوة أنا قدام الحكم، فاهم؟ بس التحكيم كان سيء المباراه الاولى مره ثانيه للاسف. وعجبك تحكيم النهارده؟ اليوم كان افضل بكثير. انه كانت عنده الحكم، كانت عنده مباراه. أيوه دي الزاويه اللي الحكم ما شافهاش يا يوسف. دي هذه شوف فين ضربه في رجل اللاعب. هذه ايوه الحكم ما شافش الزاويه دي. طيب الحكم ما شافش غيرت اشياء كثير في المباراه. هدف واحد الاول هذه بدايه المباراه. الحكم ما شافش الزاويه دي اللي احنا شفناها دي، وده مشكله الحكم الرابع. الحكم الفار. لا مش الفار، المخرج. لحكم الفار المخرج. المخرج بدي لحكم الفار اللقطات وهو يعرض على الحكم. المفروض يعطيه كل لقطات، والحكم كان غبي لانه ما اخذ الا لقطه واحده. طيب يعني ما نرجعش لهذه الاشياء. يعني انت قلت الحكم غبي. غبي. طيب يعني انما هنا واضحه اللعبه، واضحه جدا لعبه الاعاده. شوف هذه غيرت المباراه. هذه تغير المباراه. يعني هدف دقله يغير، لكن هذه كره القدم، هذه مجريات. هذه تبقى جزئيات من كره القدم، فيها اخطاء، فيها كل شيء. لكن ما تقولش الحكم لازم يعيد ضربه جزاء ولا. طيب هارلك شيبو للرجاء، والكلام اللي قلته مهم جدا فيما يتعلق بالرجاء، وان شاء الله الرجاء في المستقبل يكون إن شاء الله عنده النادي احسن والفريق ممتاز بالنسبه للرجاء ويليق ويشرف الكره المغربيه. شكرا. يستحق الرجاء يستحق بصراحه. الجمهور اللي حاضر في الملعب ده والمسانده اللي لاخر دقيقه في المباراه دي صراحه يستحق، والكل يعترف بقوه الرجاء وقيمه الرجاء على صعيد المغربي وعلى صعيد العربي والافريقي. صح ولا مصلحه الكره العربيه. كل الشكر لوائل جمعه. شكرا هشام. فوائل جمعه شكرا ومبروك. كل ما نتمناه مبروك لفريق الرجاء. شكرا هشام. مبروك شكرا. مبروك لوائل ترشح الاهلي، وان شاء الله نشاهد الاهلي باداء افضل واحسن في المناسبات القادمه. شكرا اعزائي المشاهدين على المتابعه. نذكر وانه الاهلي سيواجه وفاق الصيف في نصف نهائي التشامبيونز ليج في انتظار البقيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.